هذه تدرك صاحب الولايه العامه. كذلك نسخ عقود النكاح. لا يجوز التحكيم بالفسخ. وهل يجوز التحكيم بالمخالعه؟ لا يجوز. المخالعه ليست فسخا، لان المخالعه عن عقد تدرى به الزوج والزوجه بان تفتدي المراه نفسها برد الحديقه وما اعتلاف اذا ايوه مقابل ان تطلقها. لكن الفسخ لا يكون الا بحكم شرعي. الطلاق وثبوته هل يقول؟ الطلاق المكمل للطلاق من فلان لمطلقته فلان يجوز ويصبح حكمه نافذ. لكن الفسخ للغيبه او لعدم الكفاءه حكم عمل من صاحب الاله. ايوه لابد من حكم قوي. اجراء التنفيذ. المسائل المستعجله سلطة السلطة الولائية للقانون أن يتخذ إجراء وقتي أو تحفظي، يعني لا يتعلق في موضوع الحق، لا يتعلق في موضوع الحق، وإنما قد يكون في حفظه أو في حمايته أو في إثباته. هذا كده قانون المرافعة. هل يقول للمحكم أن يتخذ الإجراء التحفظية؟ في ثلاثة مذاهب قوانين المقارنة. يعني القانون تقريبا المصري صراحة بأنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية، لأن هي تحمل ماذا؟ خصائص المسائل التنفيذية فيها اتخاذ يعني اقتضاء الحق من قبل الأفراد أنفسهم، وفيها تزعزع الأمن، وفيها مساس شخصية المدين. في بعض القوانين يجيز إذا نصت وثيقة التحكيم على ذلك صراحة، يعني يجوز أن يحجز على المال أو على الأرضية وأن يمنع بيعها ويقيد هذا الحجز بالسجل العقاري. أيوة. ويجوز أن يمنع شخص من السفر، ويجوز أن يبيع ما يقبل التلف قبل ماذا أن يصدر حكم التحكيم. هذا موضوع يسمى الجرائم المستعجلة أو الدعوة المستعجلة. تحفظي. القانون الكويتي يجوز إذا نص صراحة على جواز ذلك. القانون اليمني في نص المادة 30 تقول يجوز للجنة التحكيم الأمر بتقديم ضمانات ضرورية لإجراء مؤقت أو تحفظي. هل النصارى يجزي؟ بناء على طلب الطرفين. بناء على طلب الطرفين. تمام. هل شمل هذا النص جواز التحكيم بالمسائل المستعجلة؟ لا. ماذا يعني الالتزام بتقديم او الامر بتقديم ضمانه؟ هذه هلا يعني ان المحكم بمعنى هذا النص ان المحكم لا يجوز له ان يتخذ الاجراء التحفظي بذاته الاجراء التحفظي. هو لابد ان يطلب. هو المحكم لا يجوز ان يحكم من غير طلب. شوف هذه من القواعد قانون المرافعات التي ايوه تحكم بها الحكم. لا يجوز ان يحكم بما لا يضره الخصوم، هذه معلومه. لكن ومع ذلك اذا طلب يقول لك احجز على الارضيه الفلانيه وعلى العماره الفلانيه وامر بتوريد المبالغ المتحصله من الايجارات الى عنده، يجوز يتخذ الايجارات ولا لا؟ الامر بالضمانات. ما معنى الضمانات؟ يطلب ضمان من المحكمين حتى يتخيل بتنفيذ من المحكوم عليه يأمره. فإذا لم يمتثل يأخذ التعويض المالي من الضمان المالي. مفهوم؟
انتهينا من النطاق التحكيمي. تعيين هيئة التحكيم. هيئة التحكيم القانون احنا قلنا باليمني بان نعتبرها ماذا؟ طرف في التحكيم. والصح بتقرب عندك بتفهم. يعني اجازت الماده 30 من قانون التحكيم الامر بتقديم ضمانات ضروريه لمن لاجراء مؤقت او تحفظي. يعني لا يجوز ان تطالب المستاجرين الذين ليسوا طرفهم في التحكيم اذا كان رب المال مثلا احد الورثه تعال وقال بان الوليد الفلاني يتحصل الايجارات وياكلها لمصلحته الشخصيه فقط. نطلب من المحكمه الحجز على العماره والزام المستاجرين بايداع مبالغ الايجارات لدى المحكم حتى تقسم مع ماذا يفعل المحكم؟ يلزم وضع اليد بايداع مبلغ مالي مقابل ماذا؟ مقابل الايجار. يقول له سلم المبالغ المتحصله من الايجار الينا والا قصرنا من هذا الضمان. يعني الاجراء ذاته لا يكون. لذلك في نص اخر من يستطيع خلفه يقول الماده 18. من يقرا الماده 18؟ 18 إذا تم اتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناء على طلب أحد طرفي التحكيم فإنه يكون صحيحا ولا يناقض اتفاق التحكيم سواء تم الإجراء قبل البدء إجراء التحكيم أو في أثنائها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز الدافع في مواجهة الإجراءات المستعجلة بسبق التحكيم. شوف إذا في قضية تحكمت فيها ثم بعد ذلك الطرف من أطراف التحكيم راح رفع دعوة أو استمر في دعوة قائمة تواجهها بماذا؟ بدفع بعدم قبول الدعوة لسبق التحكيم. وفي نص قانون التحكيم يقول ما يفعل المحكمة أن تعيدهم إلى المحكم أو تعيدهم إلى محكمة إلا بالإجراءات المستعجلة فإن الإجراءات هذه صحيحة ولا يجوز الاعتراض عليها بوجود التحكيم حتى وإن صدرت في أثناء التحكيم. معنى ذلك أن ولاية المحكم لا تشمل الإجراءات التحفظية بس وإنما لها ماذا؟ أن تعالج التعويض المالي عن طريق الضمان. قال لك أي أن لها طلب وفرض الضمانة المالية والشخصية. ما هي الضمانة الشخصية؟ من مقابل الضمانة قد تكون ضمانة مالية جزاء أو عدد ضمين شخصية ضمين شخصية ما يسمى بالقانون ضمين شخصية ما يسمى كفيل الضمانة الشخصية تتمثل بالكفيل كفالة الشخصية للإجراءات المستعجلة ولا يجوز لها فرض الإجراءات بنفسها. تعيين هيئة التحكيم. هيئة التحكيم قلنا بأن القانون جعلها طرف في العمل والصحيح بأنها ماذا؟ وإنما هي ماذا؟ هي محل وموضوع للتحكيم. فالتحكيم يقع بين المتحاكمين المختصمين على أمرين، على النزاعات المعروضة وعلى تعيين هيئة المحكمين. هذا الأمرين ضروريين. إذا خلع حكم اتفاق التحكيم عن بيانات هيئة التحكيم وعلى الموضوعات المنازعات التي تطرح على التحكيم كان التحكيم باطلا. تعيين المحكم من أهم أركان التحكيم ويعد موضوعا لوثيقته لاتفاق التحكيم. وإن كان القانون المدني هذا جعله طرف القبول بعد ما يتبقى كل فصول القسمين يعتبر هذا الاتفاق ماذا؟ إيجابي يوجه المحكم غيرب عليه أن يقبل. لماذا؟ لماذا؟ لماذا القانون عنده هذه الأرقام؟
بعد ما يتفقوا طرفي التحكيم هذاك يعتبر هذا العاقل وعاقل اسلوبي من ايجاب القبول. الايجاب القبول يعتبر في حد ذاته ايجاب اخر موجه الى المحكم فله ان يقبل ولو ان يرفض. لماذا؟ لان المحكم لم يكن طرفا للتحكيم واحد، وأن عقد التحكيم لا يلزم غير ملزم لمن؟ إلا الخصوم. غير ملزم للمحكم. ملزم للخصمين، ملزم للجانبين إلى الخصمين. بس. لكن المحكم لا يحق له أن يعتزل. لا أريد أحكم بينكم. هذا الغرض بس الشرعي يكون قبول المحكم مكتوب. مكتوب. بس الكتابة هنا عام. صح. اشترط يعني مجرد ما يمسك القلم ويكتبه هو المحضر يعني لا يشترط ان يوقع على وثيقه التحكيم. والاصل ان يعين بهذه. ما هي طرق تعينها هيئه التحكيم؟ له طرق. اذا كان واحد الطريقه الاولى اذا كان محكم واحد والاساسيه محكم واحد تعين المحكمه بعد الاستماع الى المحضر. التعيين الاساسي يكون بوثيقه. لا لا السلام عليكم. بوثيقه التحكيم. اي ان عقد التحكيم يجب ان يشمل على المحكم سواء كان فردا او متعددا. يعني الاصل وبعض القوانين حصلت يعني تعيين هيئه التحكيم على اتفاق التحكيم فقط. ايوه يعني الطريقة الأساسية لتعيين المحكم هو اتفاق التحكيم. حيث أوقفت المادة 17 بأن يجب أن يشتمل اتفاق التحكيم على ماذا؟ هيئة التحكيم. فيما عدا التحكيم لا يجوز. وإلا عد باطلا. أديك مسألة أخرى. هذا تعيين المحكم. الطريقة الأساسية من يعيين المحكم هذا؟ المتخصمين المحتكمين. ايوه بواسطة عقد التحكيم المسمى بوثيقة التحكيم ومشاركة التحكيم. في اتفاق التحكيم. إذا لم يوجد هذا التعيين عد التحكيم لاغيا. تقول لي المادة 22 قال إذا كان واحد إذا كان كذا. هذا مسألة أخرى يتصور في ماذا؟ في شرط التحكيم. ليس في اتفاقية التحكيم. أخذنا بالمحاضرة السابقة بأن التحكيم له صورتان. عقد التحكيم أو مشروط التحكيم أو اتفاق التحكيم. وهو عقد يبرم يتفق فيه الخصمان على عرض مسائل معينة على محكمين معينين. هذا يسمى عقد التحكيم. في شرط التحكيم وهو أن يورد عقد من العقود المدة. وين شرط التحكيم؟ كعقد المقاولة وعقد التوري وعقد الوكالة بالعمولة. هذا ينشأ خلافات أثناء التنفيذ أو بعد في تصفية الحساب فينص في أحد المنفذ على أن يعرض الخلاف الحاصل بين الطرفين على المحكم الفلاني. لأن في هذه الحالة النزاع لم يوجد هو محتمل. وإذا عين شخص قد يأتي في يوم النزاع غير موجود أو قد مات أو قد جنن أو فغالبا ما تدرك تعيين المحكم لفرصة آتية لاحقة على ماذا؟ على شرط التحكيم. مركز تحكيمي سنأتي على هذه المرحلة الثالثة. عدد المحكمين في وثيقة التحكيم أو في عقد التحكيم الأصل هم ماذا؟ ثلاثة. إذا لم يتفقوا على عددهم فهم ثلاثة. فالأصل النوع الاجتهاد من القواعد يعني العدد ليس على النظام. متى ما اختلفوا الخصمين صح الاتفاق على القانون. هذا القانون اللي نعم. متى ما اختلفوا القانون حدد أن هذا يكون تمام. شوف في بعض القوانين يشترط أن يكون وترا العدد وترا. ما معنى وترا؟ يعني واحد وإما ثلاثة وإما خمسة. يكون في واحد مرجح. وإذا كان العدد هيئة التحكيم
زوجي زوجي الاتفاق باطل حتى لو اخترنا الخصمين المحكمين اختاروا المحكمة الثالثة بعض القوانين احنا بدنا نحكي بصراحة يعتبر باطل التحكيم لماذا؟ لماذا تشترط حتى القانون اللي من يشترط انه يكون عدد زوج واستثنى حالتين حق الزوج والزوج الاختلاف الاختلاف بين الزوجين ان يقود النص القراني ان يحكم الاهل الشرط الثاني هو ان يتفق الطرفان على ان يكون عدد الزوجية لان يكونوا اثنان او اربعه نعم يعني هذا البطلان بطلان نسبي وليس متعلق بالنظام العام لو وصل ماده 17 ان يكون عددهم مترا والا كان الاتفاق باطلا تحكيمه باطل إلا حالتين هو هذا الصح أن يتفقوا على عدد الزوجين أو في حالة الزوجين حالة إجبار تمام ما سبب اشتراط القانون الوترية بهيئة التحكيم؟ عشان مرجع أفراد مرجع كل خاص نختار لهم محكم وهذا يكون منجح لهم لا يعني عشان القراءة الثالثة هو يقول يا من لضمانة عدم صدور الحكم إذا اختلفت هيئة التحكيم يعني إذا كان عدد زوجي اثنان واختلف ما اشتغل يعتبر إجراءات التحكيم مقضية مقضية لكن أتاحنا أمر القانون أن يختاروا المحكمان وصل المحتكمين المحكمان يعني الفائدة من العدد الوتري هو ضمان صدور حكم فاصل في النزاع حكم تحكيمي فاصل في النزاع وألا يكون الاختلاف بين هيئة التحكيم سبب في عدم صدور هذا الحكم عالج هذه المسألة فإذا اختلفوا وهم عدد زوجي واتفقوا على ذلك هل يكون التحكيم لا لا يكون التحكيم وإنما وفقا للمادة 22 الفقرة ج أن يختار المحكمين لا ما يحدث خلاف المحكم ثالث أن يرجع أنا لم أقل سيد المربي من المحكمين المحكمين يختار المحكم الثالث هو المحكم التعيين وهو الذي يرأس اللجنة نعم ويرجع يصدر حكم المحكم بماذا؟ بالأغلبية إذا لم يتفقا على أحد المحكمة تعيين فعلى الخاص يختار أن يطلب من المحكمة المختصة أن تعين هذا محكما ثالثا ويترأس اللجنة هو والاختيار هذا خلال 30 يوم والميعاد تنظيمي لا يترتب عليه صعوبة يوجد الميعاد حتى لا يبطل التحكيم
يعني